التقيت باخ هو في الاصل غير مسيحي، الى ان هذا الاخ ركب من الاقصر رايح مروح بلده يعني، ففي السكة السواق قال له معلش يا استاذ هنعدي على الرزقات ناخد ناس معانا واحنا في سكتنا يعني. فالاخ ده فكر ان الرزقات المدينة وليس الدير، قال له ماله، فوجئ بالسواق دخل ناحية الدير ودخل الدير. فالاخ ده قعد ينفخ ويفش ينفخ ويفش، واستغفر الله ويستعيذ بالله. وبعدين الاخ السواق بتاع الميكروباص ده وقف بيه في حوش الدير ودخل يجيب الناس، ويلاقي الدير زحمه وناس وهيصه، فقعد يقول يعني الناس دي ما عندهاش عقل تشغل عقلها، ماري جرجس ايه وبتاع ايه وكلام فارغ ايه، دي ناس عبدت اوثان، دي ناس ما بتفكرش صح. وهو عمال يعني دماغه يشيل ويقلب ويحير ويدير، بص لقى عربية مرسيدس محترمة ملاك اسكندرية دخلت وقفت قدامه كده في متسع، وقال يا سلام شوف النصارى اولاد الايه عندهم عربيات حلوة ازاي، روح يا شيخ الهي تولع بيك في السكة. طبعا لانه بيطلع القنابل الموجودة ايه اللي موجودة جواه، والانسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والانسان الشرير من كنز قلب كل واحد بيقدم البضاعة اللي ايه اللي عنده. فصاحبنا ده بص لقى اصحاب العربية فتحوا العربية، وبعدين فتحوا الشنطة طلعوا منها كرسي متحرك، ونزلوا عروسة زي القمر شايلينها وركبوها على الكرسي المتحرك. فقال يا ساتر يا رب، طيب دي جايبينها وهي مكتفة كده هيعمل لها ايه ماري جرجس؟ قلة عقل. المهم يعني ماشيين بيها خطوة والتانية وبيجروا الكرسي المتحرك وتروح مكفية على الارض. قال ادي اللي عملوا فيها ماري جرجس، جاب بوزها الايه الارض. قال يا واد ما بدهاش القعدة وانت في العربية مش هتعرف تتفرج كويس، انزل واتفرج. نشكر الله انه نزل يتفرج. نزل لقاها بتريم وتطلع ريم من بقها وبدت تترعش، وبدت يقول خلاص هخرج خلاص هخرج، وها ها ها بص لقاها خبط رجلها في الارض ورجلها غرقت الدم. وبعدين بدت تفوق تقول لهم انا فين وكنت فين وايه اللي جابني هنا، والزغاريت اشتغلت وماري جرجس فهو عرق قعد يعرق يقول يا واد لحسن ماري جرجس ده يطلع العفاريت من الناس دي ويخش فيك، ارجع اقعد في الايه في العربية. لكن قعد ساكت يبص للبت اللي اتنصبت زي القمر اللي هما رفضوا ياخدوا الكرسي وكحرطوه بعيد ومحطوهش في العربية تاني، وفردت وسرحت شعرها ودخلت وجابوا لها الشمعة وخدوها ودخلوا يعملوا بها تمجيد جوه ويشكروا ماري جرجس وعظيمة هي أعمال الله. فقعد يفكر إذا كان الدين ده له سلطان وله قوة، دور يا واد وشغل دماغك وشغل دماغه. انا بس عايز اقول لك مفيش دعوه بالناحيه دي، خليك هنا، خلينا في ماري جرجس، لكن هقول صدق وايه ولا. على فكره انا نسيت اقول لكم
الاخ ده اسمه ايه؟ ولا اقول لكم اسمه ايه؟ اسمه جرجس. اسمه ايه؟ اسمه جرجس. صدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. اله اله عظيم. وزي ما قال الثلاث فتية، لا يوجد اله، لا يوجد اله يستطيع ان ينجي هكذا. مفيش رب يقدر له سلطة وله قداسة وله قوة زي اله النصارى. انا عايز اقول لك الاله دي صدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. ابونا سيدروس اخنوخ قديس البياضية في بلد جنبيهم اتخانقت مع بلدهم، وبلدهم طبعا القرية التي لا يسمع فيها اذان لان كلها نصارى. قاموا الجيران بتوع البلدية وسحبوا البنادق، والناس جريوا على يا ابونا الناس بتوع النزلة جايين يضربوا فينا بالنار. ابونا ساكن قدام الكنيسة، فراح طلع في البلكونة ومعاه المنشة، قال له يا بطل يا بطل الحق ولادك، الحق يلا اشتغل طلع الفرس شوية. والناس واقفين فوق بيوتهم بيطلعوا كده، لقوا الناس اللي جايين راجعين وايه، وكل واحد حاطط ديله في سنانه وبيجروا جري، واللي يتكف واللي يقوم واللي يتعور، والناس داسوا بعض. المهم ابونا تاني يوم خد العمدة وراحوا للعمدة بتاع البلد دي، يا عم هو جرى ايه؟ ما احنا جيران وبنتعايش وكلنا يعني لبعض. قال له بس انا اموت واعرف مين الضابط ابو حصان اللي طار ورا رجالتي، اموت واعرف هو مين. فابونا ضحك، والعمدة قال له اتكلم يا ابونا اتكلم يا ابونا. فابونا ضحك وقال له يا حج فلان، ابو حصان ده ماري جرجس، وان كنت تقدر عليه. قال له انت طلعته تاني؟ مش كفاية يوم ولد فلان لما طار ورا ولد وخلاهم الدخشش ببعض وضربوا نفسهم بالنار على انهم بيضربوا فيكم؟ قال له ما احنا قلنا لك احنا عندنا ماري جرجس. قال لهم مشكلتكم انكم عندكم ماري جرجس، لكن احنا ما عندناش ماري جرجس. لا ده ماري جرجس بتاع اللي يطلبه، بس يجرب. اطلبوا فتحيا نفوسكم، صدق وايه؟ ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. نقول تاني ولا كفايه؟ نقول سلام الرب عليه ماري جرجس. ماري جرجس كتبت عن ابونا سيدروس اخنوخ، ربنا يدينا بركته القديسه البياضيه، انه كان عامل منظره. عارفين عن ايه منظره؟ اوضه كبيره كده، وحاطط فيها ثلاث اربع كنبات بلدي وكم مخده كده مسند مش عارف ايه، مسميها منظره ماري جرجس، عشان لو حد طب في البلد وملوش مكان يبات فيه يروح عند ابونا، وابونا ده ابو الكل، وابونا عاملها سبيل يعني اللي يجي يبات ياكل ويشرب ويشرب الشاي ويبات كرم الصعايده بقى يعني، وخاصه لما يكون عند مين؟ عند ماري جرجس. وفي يوم طب على البلد واحد بيبيع جاز، بيبيع جاز، والراجل بيعجاز ده معاه عربية لمؤاخذة بيجرها ان كان بحمار ولا بتاع. وحدث امر في غاية من الغرابة، ان الرجل ده اتأخر فيبات فين؟ فقال له اقول لك ابونا سيدروس عنده منظرة بيبيت فيها الايه؟ الضيوف. فراح يا ابونا انا ضيف وعابر سبيل، الاقي عندك مكان ابات؟ قال له يا ولدي
ايه انت يا واد يا فلان؟ قالوا افتح منظرة ماري جرجس. انت يا واد؟ قالوا نعم. قالوا نزل له ايه العشاء يا واد. اعمل الضيف الشاي. الرجل اكل وشرب الشاي ودخل، فهو ابونا كان عنده حرام او غطى يعني كده غالي، فاتغطى بيه في حيلة في عينيه. فصحي بدري قبل ابونا ما يصحى وطبق الحرام وحطه فوق الحمار وخد بعضه ايه وسحب. ابونا ما فيش ربع ساعة نزل لقى الاوضة مفتوحة. يا اولاد دستور، يا واد يا اللي هنا، يا خينا يا ضيف. بس لا لقى الضيف ولا لقى الايه الحرام. فابونا معلق صورة كبيرة ماري جرجس. فابونا ضحك ضحك عليك، خد منك الحرام. وهو ماري جرجس يضحك عليه وقد ماري جرجس. المهم يعني ببساطة القلب شوية، والناس لقوا بتاع الجاز نزل من على العربية وعمال يجري 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 يجري، ساب العربية وساب حاله وماله. ايه الحكاية؟ المهم طلع برا البلد واستخبى. ايه الحكاية؟ قال لهم لقيت ضابط بحصان بيقول لي انت تاخد الحرام بتاعي ولسعني بالكرابيج اهي. وعراهم دوم ولقى اثر الايه اثر. طب تعالى خد الحمار. قال مش عايزه. طب تعالى خد العربية مش عاوزها. ابونا قال يا واد انت يا ولد كلام. قال لهم جروا العربية بالحمار ودوها قدام الكنيسة. المهم يعني ابونا لمؤاخذة قاعد يوكل في الحمار حوالي اسبوع، بتاع الجاز ما جاش. فعنده واحد غلبان كان مات ليه حمار، قال اقول لكم ادي الحمار ده لسعد اللي مات منه الحمار بتاعه، غلبان ومحتاج حمار، ولما يجي صاحب الحمار نبقى ندهوله. المهم الراجل اني خط البلد ابدا، وفضلت عربية الجاز موجودة قدام الكنيسة. اقول لكم ان كان مثلا حوالي 20 سنة، 20 سنة، وكل اللي يشوف يقول الحمار. وعربية الجاز بتاع الرجل اللي سرق الايه الحرام بتاع ماري جرجس. هو ماري جرجس حد يقدر عليه؟ صدق ولا بد ان ايه ان تصدق. كفاية. طيب ابويا الله يرحمه كان حكالي حكاية وانا صغير، وانا عمري بتاع 5 17 سنين ومش قادر انساها. بيقول ان في جماعة كانوا صعيدة رايحين ميت دمسيس يزوروا مين؟ ماري جرجس. وزمان الناس كانت تروح غلابة واغنية، واللي عنده واللي ما عندوش كانت الناس تدبر امورها، وكان اللي عنده يشيل اللي ما عندوش، واللي عنده اكل ياكل اللي معهوش، والمحبة كانت تستر زي ما بيقولوا يعني. فالستات دول كانوا 2 ستات لوحديهم، وكان فيهم واحدة لابسة ذهب 7 8 غوايش كده، وكان الناس مش لاقين ياكلوا ايامها. نزلوا مصر واحد شافهم كده قال لهم اوديكم الدمسيس واروح لكم مخصوص، وكان نيته شريرة. جه في السكة قبل المنصورة وراح وقف وقال لهم اخلعوا الذهب اللي انتوا لابسينه. هم طبعا صعايدة، الحجنا يا بطل، ده احنا رايحين نزورك تبهدلنا يا ماري جرجس. مش عارف يبص لقى ظابط وصل، قال له انت واقف ليه؟ تعال دور. قال له ما لحلحه سؤال مين؟ ماري جرجس ما عندوش لا يعني ماري جرجس ماري مرقص راجل طيب معلش لكن ماري جرجس اللي يقع تحت ايده يا ويله يا سواد ليله. المهم يعني وخدوا على اقرب نقطه، وطبعا الضابط شاف ضابط زميله اتفضل بيه، فراح مسك القلم وكتب المحضر وقال له تبعت حد دلوقتي يرافق العربيه دي لميت دمسيس. قال له يا فندم انا اروح بنفسي. وركب معاه اطلع بينا وتعالى نستوفي المحضر. المهم رجع ما لقاش الضابط، ولقى الامضه جرجس الروماني. جرجس الايه الروماني. صدق ولا بد ان ايه ان تصدق.